غالباً غتكون تسألتي شي نهار على المسار الدراسي لملوك المغرب، فين قراو، مع من قراو، وكيفاش كيتم اختيار التخصص اللي كيتماشى ومسؤولية تسير بلاد على قدها وعلاقاتها الخارجية، وأبعاد ذلك في تهيئ أولياء العهد بالمملكة. كل هذا في أبعاد القضية، مرحبا بكم. الملك محمد السادس وعلى غرار والده الحسن الثاني رحمه الله غادي يقرا ويتكون في المدرسة المولوية، قلعة تكوين أمراء وملوك الدولة العلوية على أسس نظام صارم وبرنامج مركز واستثنائي. C'est un programme qui est très lourd mais on ne peut pas faire autrement. Enfin sa majesté tient à ce que le prince suive tous les cours qu'il a en ce moment au collège et il commence à 7h le matin et il termine à 8h le soir. Autrement, pas de télévision, cinéma le samedi ou le dimanche quand il n'a pas d'activité. المدرسة الملكية تأسست من بعد ما كان مقرر إرسال الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى فرنسا لتكوينه ودراسته في مدرسة ديروش الفرنسية، لكن بحكم الأوضاع اللي كان كيعرفها العالم والحرب والاستعمار الفرنسي للمغرب تقرر بناء مدرسة ملكية ملحقة بالقصر الملكي تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة لتكوين أمراء وملوك المملكة المغربية. مدرسة مغربية كتجمع ما بين أسس الدين الإسلامي وتعاليمه وحديثة عصرية تواكب مستجدات العالم وسياساته، في برنامج دراسي عسكري صارم يهيئ ولي العهد ويكونه. وطبعا ولي العهد ما غيقراش بوحده وإنما برفقة مجموعة من التلاميذ اللي كيتم اختيارهم بعناية فائقة بناء على الذكاء ديالهم، التفوق ديالهم، وأنهم يكونوا كينتميوا لأسر بسمعة جيدة، وكذلك نفس تاريخ ميلاد ولي العهد. Différence entre le prince et les autres élèves? Non, il n'y a pas de différence. Comment tu l'appelles le prince? Moi, Smith Sidi. Ça veut dire quoi Smith Sidi? Smith Sidi, c'est-à-dire le nom du roi. Oui, monseigneur. Oui. Et lui, vous vous tutoyez entre vous? Oui. Et vous vous battez parfois? من بعد ما حصل الملك محمد السادس على شهادة البكالوريا، كان القانون والعلاقات الدولية هو التخصص اللي تختار أنه يكمل فيه دراسته وتكوينه، رغم أنه كان كيميل لأن يدرس طيران العسكري. Si vous n'étiez pas prince héritier, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aurais aimé être pilote. وهي نفس القصة اللي كانت وقعت مع الأب ديالو الملك الراحل الحسن الثاني، إلى أن الملك محمد الخامس رفض لأن القانون هو تخصص الملوك وحسب كتاب ذاكرة ملك. فكان رد الملك محمد الخامس: ستجد دائما مهندسا ليبني القناطر ومؤرخا ليكتب التاريخ، ولكن القانون وحده سيمكنك من أن تدافع عن نفسك وعن حقوق شعبك. من بعد حصل الملك محمد السادس على الإجازة في موضوع الاتحاد العربي الإفريقي واستراتيجية المملكة في مجال العلاقات الدولية، ثم شهادتين الأولى والثانية للدراسات العليا في العلوم السياسية والقانون العام بامتياز، قبل أن يناقش أطروحات الدكتوراه في فرنسا في موضوع التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة واتحاد المغرب العربي. مواضيع واهتمامات علمية كشفت عن الخلفيات المعرفية التي تحكم مقاربة ملك البلاد لعدد من القضايا الحيوية، أهمها قضايا الوحدة المغاربية والتعاون بين الدول الإسلامية وتدبير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. الوحدة المغاربية اللي كاعتبرها الملك محمد السادس استجابة حتمية عميقة لتطلعات شعبية قوية منذ زمن النضال من أجل الاستقلال، ووسيلة قوية للدفاع عن مصالح دولها المشتركة وتسريع التنمية الإقليمية وموازنة العلاقات المغاربية الأوروبية، والضامن الوحيد للحد من التبادل غير المتكافئ مع أوروبا وما ينطوي عليه من استمرار التخلف والتفاوضات الصارخة وعدم الاستقرار في المنطقة. في تقدير الملك محمد السادس، فشل النماذج الغربية المستوردة إلى جانب بنية الفرص والتحديات التي عرفتها المنطقة العربية الإسلامية منذ ستينيات القرن الماضي، شكلت دفعة أساسية لنشوب الحركات الإسلامية بالوطن العربي، كما أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كانت الأسباب الحقيقية وراء قوة المعارضة الإسلامية، لكن إمارة المؤمنين ومكانة الدين الإسلامي بالمغرب وأجواء التعددية ساهمت بشكل كبير باش تبقى هذه الحركة الإسلامية متواضعة. وبخصوص استراتيجية تعامل النظام السياسي مع هذا الحركة،
الحركة بالضبط. كيعتبر الملك محمد السادس أن الترخيص القانوني لهذا الحركة كيمكن من مراقبتها وتوجيهها وتوجيه طاقتها نحو العمل السياسي القانوني المؤطر لتجنب أي فوضى محتملة.